كابتن ماهر، يمكن في الانترو اتكلمت عن ما ينتظر النادي الاهلي الموسم اللي جاي، موسم مزدحم جدا جدا جدا، ويمكن اتكلمنا يمكن انا وحضرتك قبل الهوا، يمكن خلال الثلاث شهور اللي جايين عندنا ثلاث بطولات كبيره. ايه اهميه معسكر النمسا يعني في التحضير لموسم صعب زي اللي ينتظر النادي الاهلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه تحضير لمعسكر النمسا بدأ بالاختبارات والمقاييس، ودي أهم حاجة إحنا بنتابعها في الشغل الفني أو الإداري. فالنادي الأهلي قبل الاختبارات والمقاييس مستر كولر أعطى الفريق 21 يوم راحة، وأنا شايف إن الراحة ديت يعني مفعول السحر زي ما بيقولوا، زي القرار اللي أخده الكابتن محمود الخطيب في إراحة اللاعبين الكبار في الأعوام الماضية، وأثمرت بشكل كبير جدا في السنة اللي احنا عملناها اللي هي السنة الماضية. حققنا فيها خمس بطولات، وكان شكل اللعيبة شكل متغير خالص عن الفترات السابقة. بعد كده مستر كولر قرر هذا القرار بإراحة اللعيبة 21 يوم، ثم الاختبارات والمقاييس والعودة مرة تانية عن طريق الاختبارات والمقاييس، ودي أهم حاجة هذه بيتبعها المدير الفني في بداية الموسم عشان يطمن على حالة اللعيبة، ويطمن في نفس الوقت كمان إن اللعيبة تقدر تكمل موسم قوي، خصوصا زي ما أنت ذكرت عندنا موسم صعب. ده نقطة مهمة جدا كابتن، بشكرك عليها، لأن كمان عايز أوضحها للسادة المشاهدين، يعني إيه اللعيبة ترجع من أجازة؟ يبقى دايما بيكون في قياسات بدنية. القياسات البدنية زي ما الكابتن تكرم وقال، هو بيحط فيجن معين للمدير الفني، اللعيب ده جاي شكله البدني ازاي، ده بيخليه يحط كمان البرنامج التدريبي والبرنامج البدني للمعسكر. خلي بالكم، لان في بيبقى يعني زمان قبل التكنولوجي ما تخش الرياضه والقياسات، بيبقى تعالى من الاجازه خش على المعسكر جري للناس كلها بمجاميع، كل المجاميع بتجري مع بعض او كل اللعيبه بتجري مع بعض. لا، دلوقتي الامور اختلفت، فالقياسات البدنيه اللي بتحصل خلال 3 ايام قبل المعسكر النتائج بتطلع، ومن خلالها بيحط مجموعات من اللعيبه. على سبيل المثال، مثلا في 4 5 لعيبه مستواهم البدني افضل شويه من 4 5 لعيبه تانيين، فما ينفعش تحط العامل او الشغل البدني بتاع الاربعه دول زي الاربعه دول. يعني يقول لك مثلا الاربعه على سبيل المثال لياقته البدنيه معقوله، فده يقطع مسافه مثلا 3 كيلو تدي له وقت اطول شويه انه ممكن يقطع المسافه دي. على الجزء الثاني لا، في ناس محتاجه، القياسات بتقول لا انت قليت قوي، وبالتالي الاحمال بتاعت المجموعه دي هتكون اعلى شويه من احمال المجموعه الاولى وهكذا. فده مهم يا كابتن. ليه؟ ازاي انت بتحط برنامج بدني في المعسكر؟ ما فيش خلاص كل اللعيبه بتاخد جرعه واحده، لا، حتى في المعسكرات بيبقى في جرعات مختلفة للعيبة، في لعيب جاي عالي شوية، في لعيب جاي ناقص شوية. فكل الفكرة ان ازاي انت تخش على المسابقات ويبقى تقريبا، مش هقول كله، تقريبا قريبين بمستوى بدني واحد. يعني الحاجة الثانية كمان هاني، حتة اللعيبة المحترفين الجدد. صحيح. يعني المعسكر بيجمع بين الخبرات والدم الجديد واللعيبة طبعا الناشئين اللي احنا شفناهم، ودي برضك حاجة جميلة بتحسب للراجل ان هو بيقضى في المعسكر ده، بيبقى فيه معايشة بشكل كبير جدا، اللعيبة بتبدأ تتأقلم على المنتاليتي والعقلية. صحيح. الراجل اللي بيفكر فيها، الاستراتيجية او الخريطة اللي الراجل بيبني عليها. طبعا نجومنا الوافدين الجدد بدأوا ياخدوا اماكنهم، يمكن في المباراة اللي هي متدرجة الراجل بدأ يشتغل من خلالها. عايز اقول لك هادي، لو تفتكر كده احنا نرجع للزمن بس ورا، لما انت كنت بتجينا وانت كابتن المنتخب، وانا كنت اتمنى اسالك اقول لك يا هاني انت فتره الراحه كنت بتعمل ايه؟ فبتقول لي يا كابتن لا، ده انا معايا بعض البرامج التدريبيه، البرامج التدريبيه اللي هشتغل عليها عشان ما اروحش على فتره الاعداد وابقى يعني ابدا من الصفر. يعني بالظبط، حالتي البدنيه بتبقى من الصفر، لا يبقى 25% 30% اقدر اكمل المشوار خلال الفتره القادمه. مظبوط.